انتشرت رسائل واتساب تقول جمعة مباركة. هذا آه كلام غير صحيح هذا لا شك ان يوم الجمعة يوم مبارك لا شك انها ايام مباركة هذه بس انه بالواتساب يرسلونها للناس جمعة مباركة جمعة مباركة يعني نسال الله ان يجعلها جمعة مباركة والله ترك هذا هو الاصل ابتعد عن مثل هذه الامور، ما كان الصحابة كل ما التقوا جمعة مباركة والنبي اذا لقي قال لهم جمعة مباركة والصحابي يقول له جمعة مباركة.